ننتقل لنموذج آخر جميل جدا مصغر للمرأة المصرية، الطفلة المصرية اللي هي المرأة المصرية في المستقبل، جنة، وهي أصغر مشاركة بمعرض الزهور. هي عمرها في عمر الزهور، عمرها 8 سنين وهي في الصف الثالث الابتدائي. عملت إيه بقى؟ قررت إن هي تشارك في المعرض علشان تعرض مشغولاتها اليدوية، وكمان مش بس كده، عايزة تعلم كمان الأطفال التلوين والتشكيل بالجبس في القوالب السيليكون وبيع القطع الفنية اللي عملتها بنفسها. وعايزة أقول لكم إن في البداية كمان، شوفوا قد إيه سنها صغير وعندها شخصية قوية، في البداية مدير الحديقة رفض. ليه رفض؟ لأنه شرط المشاركة في المعرض لازم يكون من خلال سجل تجاري. جنة ما سمعتش الكلام ده واستسلمت وراحت واخدة حاجتها بقى ومروحة وزعلانة. لا بالعكس، دي خدت أعمالها الفنية وراحت قابلت المدير بنفسها وأقنعته بوجودها، وهو بالفعل وافق على مشاركتها. وتعالوا نروح نشوف هذا التقرير عن جنة ونرجع مرة تانية. جنة بتحب الألوان من وهي صغيرة جدا، اكتشفت ده يمكن وهي عندها 2 3 سنين، كانت بتحب قوي تمسك الألوان أو الأقلام وأنا بذاكر للدكتوراه، فبدأت أعمل لها لوحات كتيرة بحطها لها على الحيطان بتاعة الطرقة، وسبت لها الألوان، ألوان المية والفرش كانت أسهل حاجة للسن ده، فكنت بسيبها لها تلون بيها، فاكتشفت ان هي بتميكس الالوان حلو وبتحب قوي انها تلون وبتحب ان هي تشخبط بالالوان كتير، وكانت بتقضي وقت كبير جدا بتعمل الحاجات دي، فبدات انملها الموهبه دي وبدات ان انا اهتم بان هي تبقى ليها حاجه فنيه. كنت بلون الجبس انا وولاد خالي، وبعديها حسيت ان انا مبسوطه، ف قايله لماما ان انا عايزه اعمل يعني معرض او افتح محل ابيع فيه الحاجات دي، فقلت لها يا مامي خلاص احنا هناخد في معرض الزهور. جانا في فترة الكورنتين بتاعت الكورونا كان بدأنا ما نخرجش كتير وما نلعبش كتير، فبدأت تعمل هي القوالب السيليكون اللي هي بتاعت الكيك، بدأت هي تعملها جبس وتخليها تنشف وبعدين تلونها. أنا بجيب الجبس وحطه في القوالب وبعديها يعني بخليهم ينشفوا، وبعديها بجيبهم هنا بقى الأطفال يلونوها. بدأنا نعمل المشروع، كان كل حاجة فيه هي اللي يعني بتختارها، قالت لي لا أنا عايزة أعمله بشكل معين، وبدأت تفرش الحاجات صغيرة. بعد يوم من المعرض لقيت إن في ولاد بيبقوا حابين الحاجة بس عايزين ياخدوها ويمشوا، فقالت لي خلاص انا هعمل البراند بتاعي وهسميه جيبسوماني عشان يبقى اسم مجنون كده ويلفت الانتباه، وعملنا الحاجات اللي هي الاشكال دي، وبدات اللي هيحب ياخدها ويمشي بتبيعها له، واللي بيحب يختار اشكال من على الترابيزه ويخش يلونها. يعني تقرير بيعبر عن الأجيال من السيدات المصريات العظيمات والأم المصرية العظيمة اللي بتقف مع أولادها وبتدعم موهبتهم وبتقف معاهم جنبا إلى جنب. يعني خلينا نحتفل بعيد الأم ده لحد آخر شهر مارس كمان. كل سنة وكلكم طيبين، وجنة إن شاء الله يعني احنا في ده مشروع فنانة في المستقبل.